رحلة في أعماق الكون، الفضاء، برعاية وكالة الفضاء الأوروبية. مطار كاتوفيتش في بولندا، المشهد صقر يصطاد العصافير، لكن موضوعنا يتعلق بسلامة الطائرات. هنا مروحية صغيرة تستعد للهبوط، إضافة إلى الطاقم هناك تقني يتفقد مؤشرات الهبوط، لأن المروحية تعتمد على نظام جديد لذلك يتم عبر الأقمار الصناعية ويسمى إغنوس. قائد الطائرة يتبع بعناية المعلومات المتعلقة بموقع الطائرة ومستوى الارتفاع التي يوفرها نظام إغنوس، بذلك يمكنه الهبوط بسلام سواء في الليل أو في النهار. النظام مثبت في الطائرة ولا يحتاج المطار إلى معدات إضافية لعملية الهبوط. يقدم القمر الصناعي المزيد من الدقة لتحقيق السلامة الجوية، خاصة بالنسبة للمطارات التي تفتقد لنظام توجيه دقيق. النظم الجديدة تعود بالنفع على الطيران العام والطيران التجاري، كما يرفع مستوى السلامة في هذه المطارات. لمعرفة نظام إغنوس بطريقة أوضح، سنتوجه إلى النورديك في هولندا، حيث يوجد مركز الأبحاث حول تكنولوجيات الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأوروبية. خافيير بينيديكتو هو مدير مشروع غاليليو، وهو نظام إبحار عبر الأقمار الصناعية. وكالة الفضاء الأوروبية تطور هذا النظام لفائدة الاتحاد الأوروبي. خافيير أدار كذلك مشروع إغنوس. بفضل نظام إغنوس طورنا جهاز تحديد المواقع الذي أصبح أكثر دقة، كما طورنا نظام السلامة لأنه أمر في غاية الأهمية ويجعل الجهاز أكثر فاعلية. جهاز تحديد المواقع المستخدم دقيق إلى حد ما، لكن هذا لا يكفي بالنسبة لبعض التطبيقات الأكثر دقة والتي تتطلب ضماناً لسلامة أكبر. النظام يعمل بهذا الشكل: تمر الإشارة من المحطات الأرضية التي تقارن الخطأ في الموقع مع تلك المعلومات التي توفرها الأقمار الصناعية لتحديد المواقع، كما يؤخذ في الاعتبار الظروف الجوية التي تؤثر على جودة الإرسال. ثم يتم إرسال التصويبات إلى أحد الأقمار الصناعية الثابتة، ويرسل بدوره إشارة تصحيح إلى الأرض. الإشارة تلتقط مجاناً من قبل أجهزة الاستقبال التي تستخدم نظام إغنوس. منذ شهر مارس الماضي تم اعتماد نظام إغنوس لتوجيه الطائرات في المطارات الأوروبية التي لا تملك أنظمة التوجيه الدقيقة، كما هو الحال في المطارات الرئيسية. 20 10 5. ما الذي ننتظر من هذا النظام خصوصا في مستوى أداء الطائرات؟ عندما نصل إلى المطارات سيقرر الجهاز ما إذا كان يجب الاتصال بالمطار أم يجب الهبوط. إذن يمكننا أن نقلل من الإجراءات، فلدينا دقة أفضل لتحديد الموقع الحقيقي. هامش السلامة يصبح أضعف، لكن ستنخفض احتمالات تأخير وانحراف الطائرة، وبالتالي سينخفض إلغاء الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية. في معرض مدريد للمطارات أيرو دايز قدمت أحدث التطورات في مجال الطيران المدني. الاتحاد الأوروبي قدم نظام إغنوس ومشروع غاليليو الذي تشرف عليه وكالة نظم الإبحار عبر الأقمار الصناعية في بروكسل. لاحظنا أن العديد من الميادين تستفيد من هذا النظام، ولدينا خطط لإجراء دراسات في مجالات جديدة مثل الزراعة ورسم الخرائط. 60% من الجرارات الموجهة عبر الأقمار الصناعية تستخدم اليوم نظام إغنوس. منذ سنتين اعتمد نظام إغنوس لبعض التطبيقات في مجال الزراعة التي تتطلب دقة متناهية. الإشارة التي يوفرها هذا النظام تمكن من توجيه عملية الحرث بدقة وبتحديد الكميات الضرورية لمبيدات الحشرات. لاكتشاف تطبيق آخر ممكن عن طريق إغنوس، سنتحول إلى جنوب فرنسا في غرناد، بلدة صغيرة بالقرب من تولوز.
امرأة ضعيفة البصر تتجول بمساعدة معلومات قدمت لها عن طريق هاتفها المحمول. إشارات القمر الصناعي تمكنها من معرفة مكانها في الوقت الحقيقي، وهي تستخدم نظام بيرنس فيب المصمم خصيصاً للمكفوفين. هنا لدي وحدة تحتوي على أجهزة استشعار الحركات لضعاف البصر. هنا لدينا وحدة رابطة تحتوي على جهاز تحديد المواقع، وتعتمد كل هذه الأجهزة على تصويبات إغنوس في الوقت الحقيقي، وبالتالي تجمع البيانات من أجهزة الاستشعار ومن بيانات نظام تحديد المواقع، ثم يقوم نظام إغنوس بعملية التصويب لتكون العملية أكثر دقة. ضعيفة البصر تريد الآن الذهاب إلى البنك. يجب عليها إدخال مسار الطريق في النظام، أي عملية تخطيط الطريق. التوجيهات والعقبات على طول الطريق تستقبلها تدريجياً حسب موقعها بالضبط. أسعى إلى مقارنة ثلاثة منحنيات. منحنى أزرق يمثل الطريق النظري الذي يجب اتباعه من قبل المستخدم. منحنى أخضر للموقع يوفره جهاز تحديد المواقع. أما المنحنى الأحمر التصحيحي فيوفره نظام إغنوس. من مركز التحكم تعرف الموظفة موضع ضعاف البصر في جميع الأوقات. الإمرأتان ستكونان على اتصال من خلال الهاتف المحمول. فقد تقرر الإمرأة فجأة تغيير مسارها. الأمر بسيط، عليها فقط أن تقوم بمكالمة هاتفية. أنجل هيل، مرحبا، كيف يمكنني مساعدتك؟ أريد الذهاب إلى المخبز الأكثر قربا من موقعي ولم أسجل المسار، هل يمكنك مساعدتي؟ طبعا، أرانك في شارع كاسل باجاك، والمخبز القريب منك يقع في شارع غامبيتا. سأبعث لك بالمسار حالا. إلى اللقاء. شكرا أنستي، إلى اللقاء. إعادة برمجة بسيطة للمسار لتصل المعلومات الجديدة للإمرأة. يستخدم إغنوس لتحسين أداء جهاز تحديد المواقع الأمريكي، لكن أوروبا قررت أيضا أن يكون لها نظامها الخاص يسمى غاليليو. بفضله سيتم وضع نظام عالمي للإبحار عبر الأقمار الصناعية، يستفيد منه الجميع ويستجيب في الوقت ذاته إلى الأهداف الأوروبية. في نهاية عام 2011 سيوضع القمران الصناعيان لغاليليو، وسيطلقان من محطة الفضاء الأوروبية من منطقة غويان الفرنسية. عملية الإطلاق ستكون متتابعة لتعمل كوكبة غاليليو بطريقة متكاملة مع أقمارها الصناعية 30 في المدار الأرضي المتوسط الواقع على ارتفاع 23,000 كيلومتر. لقد نشرنا منطقة اختبار في ألمانيا، وسيتم استخدامها لاختبار وتطوير تطبيقات غاليليو. نتجه الآن إلى جبال الألب، حيث يقدم موقع بيرشتس غادن كل الظروف اللازمة لمحاكاة كوكبة غاليليو. واد تحيط به جبال عالية جهزت قممها بمحطات لإرسال الإشارات. لنتبع مدير مشروع غيت. خلال نصف ساعة يأخذه الصاعد الكهربائي إلى قمة بانر على ارتفاع 2000 متر فوق مستوى سطح البحر، حيث توجد محطة إرسال إشارات غاليليو. بفضل مشروع غيت سنتمكن من إرسال إشارات حقيقية إلى نظام غاليليو بفضل 8 محطات إرسال. نقوم بإرسال إشارات في الوادي لاختبار معدات وأجهزة استقبال غاليليو. الإشارات التي يتم إرسالها هي نفس الإشارات التي ستستخدم لاحقا في أقمار غاليليو الاصطناعية. ثماني محطات غيت تمثل أقمار غاليليو الصناعية نظرياً. في المستقبل سيتلقى مستخدم غاليليو إشارات متعددة في وقت واحد من مختلف الأقمار الصناعية. لاختبار ورصد كل ذلك تستخدم وسيلة اختبار على مساحة 65 كيلومتراً مربعاً. الإشارة الحمراء هي موضع جهاز لتحديد المواقع، والصليب الأزرق هو موضع غاليليو.
نحن نشتغل الآن على القمر الصناعي النظري غاليليو، وهو يعمل في منطقة الاختبار هذه. هنا يمكنك أن تلاحظ أن القمر الصناعي النظري له نفس جودة نظام الأقمار الصناعية الحقيقية. في هذا الموقع الجميل يسطر المستقبل. نحن في بيئة اختبار خارج المختبرات، حيث يمكننا فعلاً اختبار معدات الاستقبال ومعدات مستخدمي نظام غاليليو فيما بعد، وذلك قبل إرسال أقمار صناعية إلى الفضاء. الإبحار عبر الأقمار الصناعية أداة أساسية للعديد من الأنشطة المالية والاقتصادية والاجتماعية في الاتحاد الأوروبي. توصلنا إلى استنتاج أنه يجب علينا السيطرة على هذه التكنولوجيات، ويجب علينا امتلاك نظامنا الخاص الذي نتحكم فيه، ونحدد من خلاله الخدمات اللازمة مستقبلاً. الولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا تعمل أيضاً على تطوير أنظمتها الخاصة. لذا فمن المهم جداً بالنسبة لأوروبا أن يكون لها نظام تحديد المواقع الخاص بها. عندما يتم تثبيت كوكبة غاليليو، ستمر وكالة الفضاء الأوروبية إلى مرحلة التنفيذ، مثلما وقع بالنسبة لمشروع إيجنوس.